السلام عليكم متابعينا الأوفياء. النعام نوع من الطيور اللي ما بتقدرش تطير، وهو أكبر طائر على وجه الأرض وصاحب الأرقام القياسية في علم الطيور، وليه فوائد كتيرة في الحفاظ على التوازن البيئي. يلا بينا نعرف أكتر عنه. أنا محمد أسامة، معاكم في النواة. ربنا خصص النعام بصفات تميزه عن باقي الطيور، فعنده رقبة طويلة والساقين رفيعين إلى حد ما، والفخدين مليانين عضلات هما اللي بيقدروا يتحملوا وزنه اللي بيتراوح ما بين 60 كيلوغرام ل 160 كيلوغرام. ولون النعام الناضج من الذكور بيكون أسود والديل أبيض، والرقبة لونها زهري أو أزرق. بالنسبة للون الإناث، الريش الخاص بيها بيميل للبن الرمادي، وبيوصل طول جناحها لمترين تقريبا، وبتستخدمهم في التزاوج أو لتحمي أطفالها من أشعة الشمس. وبالرغم من طول الجناحين بس ما بيقدرش إنه يطير، وطوله من متر ونص ويوصل قرابة 3 متر تقريبا. وعينه هي الأكبر ما بين الحيوانات البرية، بيوصل عرضها لخمسة سنتيمتر. والنعام بيمتلك ساقين قويين، وفي كل قدم عنده إصبعين فقط، بالإضافة إلى ما يشبه المسمار في إصبع القدم الكبير، وبيكون شكله قريب من الحافر، وبيوصل طوله لعشرة سنتيمتر، وبيستخدمه في الدفاع عن نفسه. والساق عند النعام قوية قوي، بتمكنه انه يجري بسرعة بتوصل تقريبا لمئة كيلو متر في الساعة، وبيقدر انه يحافظ على سرعته وهو بيجري. وبيختلف اكل النعام على حسب البيئة اللي بيتواجد فيها، يقدر ياكل النباتات والفواكه والزهور، وممكن ياكل الحشرات والسحالي والزواحف. وما عندوش أسنان، فبيبتلع حصى كبيرة بتساعده في عملية الهضم. وبتقضي النعامة فصل الشتاء في العادة لوحدها مع نفسها، ومن النادر إنك تشوفها ضمن قطيع أو في مجموعات، إلا في موسم التكاثر أو الأمطار تكون قليلة أو مفيش مية. وبتحب تسافر غالباً مع حيوانات تانية من غير جنسها، وبيبدأ موسم التكاثر في شهر مارس حتى شهر أكتوبر، حوالي 8 شهور تقريباً من كل سنة. ومتوسط إنتاج البيض للأنثى في الموسم الواحد بيتراوح من 60 ل 120 بيضة، وبتتناوب الأنثى والذكر في حضن البيض لحد ما يجي يفقس، وبيستغرق حوالي من 42 ل 46 يوم. وبيعتبر صغار النعام أكبر من أي طائر تاني، بيوصل حجمهم عند الولادة حجم دجاجة. وبتشارك الذكور والإناث في رعاية الصغار، وبيوصل مرحلة البلوغ ما بين 3 ل 4 سنين، وممكن يعيش من 50 ل 75 سنة. وبيعتبر بيض النعام صغير لما نيجي نقارنه بحجمه، بس هي الكبيرة بين بيض الطيور. وبيتميز البيض بشكله الدائري وحجمه الكبير ولونه الأصفر الداكن والمسام الكبيرة. وبيتراوح وزن البيض ما بين 1 كيلوغرام ل 1.5 كيلوغرام، وطولها بيوصل ل 15 سنتيمتر، وعرضها ل 13 سنتيمتر. ولو انت قليت بيضة واحدة من بيض النعام، ده بيعادل تقريبا 25 بيضة من بيض الدجاج. وفي من النعام 3 سلالات موجودين دلوقتي،
السلالة الأولى النعام صاحب الرقبة الحمراء، أكبر أنواع النعام في الحجم وأكتر حد شرس فيهم وأكتر مقاومة للأمراض، بس إنتاج البيض بتاعه بيكون قليل، بينتج حوالي من 8 ل 12 بيضة في السنة. السلالة الثانية النعام صاحب الرقبة الزرقاء، حجمه بيكون متوسط والطباع الخاص بيه بتكون برية للبيئة اللي هو عايش فيها، وبينتج حوالي من 15 ل 20 بيضة في السنة. السلالة الثالثة منه النعام الأسود الإفريقي، أصغر أنواع النعام في الحجم، لكن البيض بتاعه ما شاء الله عليه غزير بما فيه الكفاية، بينتج حوالي من 60 ل 120 بيضة في السنة. وموطن النعام الأصلي إفريقيا والشرق الأوسط، وممكن نلاقيه في جميع أنحاء آسيا، وبسبب عمليات الصيد اللي بيتعرض ليها باستمرار قل النطاق اللي ممكن يعيش فيه النعام، وفي حالة الأسر ممكن نلاقيها في جميع أنحاء العالم. وبالرغم من طول رقبة النعام وارتفاع قامتها، بس نظرها قصير وبتعيش في المراعي الخاصة بيها، تبحث عن ثمار نبات الحنظل، وهو نوع من النباتات اللي بنلاقيها في الأرض عادي زي الشمام والقرع العسلي، فبتقرب راسها من الأرض بدرجة كبيرة قوي ما تخليهاش تشوف المخاطر اللي حواليها كويس، وبتعتمد إنها تتصنط على خطوات الحيوانات المفترسة، بتقدر تحس بكل سهولة بانتقال الصوت في المواد الصلبة، وبتعتمد في التصنط على الذبذبات اللي بينتشر صداها في الأرض، وتحدد مكان الصوت بدقة عالية قوي من على مسافات بعيدة جدا، وبتقدر تهرب بسهولة وتحافظ على نفسها من المخاطر المحيطة بيها. وفي روايات وأساطير قديمة مرتبطة بإن النعام جبان وبيخاف وبيدفن راسه في التراب لو حس بأي خطر، والكلام ده ملوش أي أساس من الصحة. تعال فاهمك إيه اللي بيحصل لما يحس بأي خطر جاي ناحيته. لو في بيئة رملية بيوطي راسه وجسمه، ورقبته الطويلة بتفضل منحنية على الأرض، بيحاول إنه يستخبى على قد ما يقدر، وبيدمج ريشه بشكل كويس مع التربة الرملية، تحس إنه دافن راسه في التراب. ولو في الأدغال بيحاول النعام يرفع راسه ورقبته على قد ما يقدر، ويقف ما بين الشجر، بيحاول انه يخفي نفسه عن الحيوانات المفترسة اللي بتكون حواليه طوال الوقت. وبدأوا يهتموا بالنعام ويعملوا ليه مزارع خاصة، وبيستفادوا من كل اجزائه من الريش والجلد، وبيعتبر جلده من امتن الجلود، ولحمه بيشبه إلى حد ما لحم البقر بس خالي من الدهون، وبنسبة كوليسترول قليلة، وغني بالبروتين والحديد والكالسيوم.
أتمنى تكونوا استفدتم من الفيديو والمعلومات اللي فيه، ولو حابين إننا نتكلم عن حيوان معين ولا حاجة قلنا عليه في التعليقات، ومستني تقولولي استفدتم إيه من الفيديو في الكومنتات، ونشوفكم على خير في نوى جديدة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.